السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيك. أنت بتتفرج دلوقتي على الحلقة التاسعة والأخيرة من المستوى الثاني من كورس التأسيس في الجرامر The Best Start، والنهاردة يعني Spotlight. هنعمل كده تسليط ضوء على كام جزئية، وأهم جزئية هنبدأ بيها وهي مش موجودة في الكتاب، أدوات الاستفهام. أدوات الاستفهام تعالى نقسمهم لفريقين علشان حفظهم يكون سهل علينا. ال H words اللي هي أدوات استفهام، تعال نقسمهم لفريقين. أوكي، أول فريق طبعا ما تنساش أنك مكبر الصورة واللايك الجميلة بتاعتك، ويلا بينا نشوف أول فريق. أول فريق فريق بيبدأ بالـ WH، وتاني فريق هو فريق how. يبقى أنا عندي فريقين، فريق الـ WH وفريق how، دول أدوات الاستفهام. يعني قسمناهم كده علشان نحفظهم، يبقى قسمناهم فريقين، فريق ال WH وفريق how. فريق ال WH كلمات بتبدأ بال WH زي what. what ما أو ماذا، ما أو ماذا، ودي بتسأل عن شيء. ممكن أسأل عن شيء أقول what is that، ما هذا، أو بتسأل عن فعل وأقول لك مثلا what are you doing، ماذا تفعل، انت بتعمل ايه، تقولي مثلا I'm reading، انا اقرأ. فده بالنسبة ل what اللي هي ما او ماذا، بتسأل عن شيء وعن فعل. what من فريق ال WH لان هي بادئة ب WH. وعندي كمان where، WHERE، where يعني اين، ودي بتسأل عن المكان. لما اقول لك where do you live، اين تعيش، بسألك عن المكان beware. ادوات الاستفهام دي نوي حفظ، لازم تحفظ، لازم تتحفظ. where اين، بسال عن المكان. where okay، where اين، where is the book، اين الكتاب، بسال عن مكانه، مكانه فين. تقولي مثلا it's on the table، هو على الترابيزه، فده المكان ودي الاجابه. وعندي من كلمات ال WH when، متى، ودي بتسأل عن الزمان okay، أو عن الوقت. when، when، متى okay، when. لما أقول لك مثلا when did you go to school، متى ذهبت إلى المدرسة، فتقولي I went to school last Monday، أنا ذهبت إلى المدرسة الاثنين الماضي. يبقى بسأل ب when، متى، بتسأل عن الزمان. وعندي كمان من أدوات الاستفهام اللي هي بالـ WH why، لماذا، ودي بتسأل عن السبب okay، السبب why، لماذا. أقول لك why are you sad، أنت ليه زعلان، أنا بسأل عن السبب، فتقول لي I'm sad، أنا زعلان because، لأن I lost، أنا فقدت my favorite pen، ألمي المفضل، فأنا زعلان. فwhy، لماذا، why. يبقى عندي what بتسأل عن الشيء أو الفعل، where بتسأل عن المكان أين، when بتسأل عن الزمان، why بتسأل عن السبب. وعندي من كلمات الـ WH who، ودي معناها من، وبتسأل عن العاقل okay، who. أقول لك مثلا who went to school tomorrow، مين راح المدرسة بكرة، فما تقوليش مثلا the cat، ما تقوليش the book الكتاب، أنا بقول لك مين، who، بسأل بهو، بسأل عن العاقل. تقولي أحمد، تقولي منى، تقولي أحمد and منى، ممكن جمع عادي خالص، أحمد and منى went to school، أحمد ومنى راحوا المدرسة. ومن أدوات الاستفهام اللي بتبدأ بـ WH أو من عيلة الـ WH whose، ملك من، وبيجي وراها الاسم المملوك، وبتسأل عن الملكية. وأقول لك مثلا whose book is that، كتاب مين ده، whose book، بسأل عن الملكية بwhose، whose. وعندي من أدوات الاستفهام which، which معناها أي okay، وممكن يجي بعدها اسم برضو، ودي بتستخدم للتخيير. لما أجي أخيرك وأقول لك which one do you like، أي واحد من دول أنت حبيته okay، أو which book do you prefer، أي كتاب أنت بتفضله، ف which يعني أي. ف
فدي معظم ادوات الاستفهام اللي بتبدا ب دبليو اتش، برغم ان وات برضو في كلمات ممكن تيجي معاها، ممكن اجيب اسم بعد وات. يعني مثلا بالنسبه لوات، فانا عندي بالنسبه لوات ممكن يضاف لها اسم واقول مثلا وات تايم، ما الوقت، وات كولر، ما اللون، وات سبجكت، ما الماده، زي ما انت عاوز تقول بقى، اضيف لها اي اسم، وات انيمال، ما الحيوان، وات انيمال دو يو لايك بيست، مثلا وات بوك، ما الكتاب. ممكن وات تسال، ممكن وات ماذا تجيب بعدها الاسم اللي انت عاوزه. طيب تعالى للفريق الثاني وهو فريق هاو. هاو بس معناها كيف، ودي بتسأل عن الحالة أو الطريقة. لما أقول لك مثلا How do you go to school؟ كيف تذهب إلى المدرسة؟ يكون ردك I go to school by car، أنا أذهب إلى المدرسة بالسيارة، أنا بسأل عن الطريقة. أو أقول لك How are you؟ كيف حالك؟ بسأل عن الحالة. How are you؟ فتقولي I'm fine thank you، أنا بخير شكرا. من عيلة هاو بقى هاو ميني، تجيب صفة بعد هاو. هاو ميني كم عدد، بتسأل عن العدد. هاو ميني، هاو ميني بوكس، كم عدد الكتب. هاو ماتش من عيلة هاو، هاو ماتش ما كمية، لها معنيين، ما كمية أو ما ثمن. اوكي هاو ماتش، هاو ماتش اقول لك how much flour، فاكر كم او ما كميه الدقيق. how much flour do you want، how much water do you drink، ما كميه الميه اللي انت بتشربها، بيجي بعدها uncountable noun. او كم ثمن، اقول لك how much is this dress، كم ثمن هذا الفستان، بسال عن الثمن. اقول it's مثلا 200 pounds، 200 جنيه رخيص، it's 200 pounds. طيب من عيله how عندي how long، ودي لها معنيين، كم الطول او ما طول المدة. بتسأل على طول حاجة فبتقول how long، how long is the road، كم طول الطريق. او how long did you stay in Cairo، كم طول المدة اللي قعدتها في القاهرة. ف how long، كم طول او ما طول المدة. عندنا من عيلة how حاجة اسمها how old، كم عمر. لما اقول لك how old are you، كم عمرك، بسأل عن العمر، how old. وعندنا من عيلة how، how often، كم عدد المرات. okay how often do you watch TV، مثلا on Fridays، كم مرة بتتفرج على التلفزيون أيام الجمعة. تقولي مثلا I always watch TV on Fridays، ممكن تجاوب بظروف تكرار. أو أقول لك مثلا How often do you eat unhealthy food، كم مرة بتاكل طعام غير صحي. فتقولي مثلا I never eat unhealthy food، أنا عمري ما باكل طعام صحي. أو أقول لك How often do you go to school، كم مرة بتروح المدرسة. فتقولي I go to school 5 days a week، أنا بروح المدرسة 5 أيام في الأسبوع. يبقى how often، كم عدد المرات. ده فريق how. okay how بس، كيف، how many، how much، how long، how old، how often، دول أهم الكلمات لفريق how. فدي أول حاجة في السبوتلايت اللي هي أدوات الاستفهام. تعالى دلوقتي ننتقل للكتاب، نعمل بس سيف للسبورة، نخليها بشكل ملف مثلا image، ملف صورة، ونحتفظ بيها معانا. وتعالى نرجع للكتاب بتاعنا ونبص مع بعض. برضو عندنا هنا في الكتاب بتاعنا spotlight، هنركز الضوء على كام حاجة كده. تعالى يلا بينا نشوف الكام حاجة اللي احنا هنركز عليها الضوء برضو في الكتاب. يعني موضوع ادوات الاستفهام ده كان اضافة مني، ده مش في الكتاب. فتعالى هنا نبص كده على spotlight اللي هنا.
السبوت لايت اللي في الكتاب، تركيز الضوء في الكتاب على الاجابه على السؤال بهل. السؤال بهل بادئ بفعل مساعد، بادئ بقى بام واز وار، بادئ بواز وير، بادئ بدو بدز لو انا مضارع بسيط، بادئ بديد لو انا ماضي بسيط، بادئ بكان، تمام، او حاجات تانية لسه هنبقى نقولها. فالسؤال بهل بادئ بكان مثلا، كان يو كلايم تري، انت بتجاوب زي ما بتسال، يعني انت سائل بكان فبتجاوب بكان او كانت، كان مع يس وكانت مع نو، بسيطه جدا. كان يو كلايم تري، سالت بكان فهتجاوب بكان، يس اي كان او نو اي كانت. كان يو كلايم تري، هل تستطيع ان تتسلق شجره؟ يبقى السؤال اللي بيبدا بفعل مساعد معناه هل. الافعال المساعده ليها خاصيه، ليها ميزه ان هي بتيجي في اول الجمله ويبقى معناها هل، فبتجاوب بيس ونو لان احنا بنسمي السؤال ده يس نو كويستشن. طب هنا انا سالت الدز، يبقى هجاوب بدز او دزنت. دز ماري لايك ميلك، هل ماري بتحب اللبن؟ يا اما يس شي دز او نو شي دزنت. ما تقوليش بقى نو شي كانت او نو شي ازنت او نو شي وزنت، انت سائل بدز فتجاوب بدز. في الاجابه المختصره ما بقولش اسماء، يعني ماري قلتها شي، بجيب الضمير بتاعها، ما بجيبش اسماء، اوكي، وما بجيبش اشاره، يعني ار زوس بيردز، فتقول لي يس زي، ما قلتش يس زوس، ما جبتش اشاره، يس زي ار او نو زي ارنت. اما يو فهي بتتحول على حسب ما اقصد بقى، لو اقصد يو انت فتتحول في الاجابه الاي، ايوه انا، او لو اقصد يو انتم فتتحول في الاجابه الوي نحن، ايوه احنا. هنا سالت بديد فانا هجاوب بديد او ديدنت. ديد يو ميت علي؟ يبقى نو اي، طالما نو يبقى نو اي ديدنت، نو اي ديدنت. طيب امتى بقى اسال بار بس اجاوب بام؟ طبيعي ان انت لما بتحول يو لاي فانت مش هتقول اي ار، ده حاجه يعني اساسيه، انت ازاي هتقول اي ار؟ يعني مثلا انا بسالك وبقول لك ار يو واشينج ذا ديشز، هو انت بتغسل او هو انت بتغسل الاطباق؟ فانت لما تيجي تجاوب او انت لما تيجي تجاوبي هتقولي ايوه انا بغسل الطبق، يس اي، تمام، انت جاوبتي وقلتي يس اي، بنحول يو لاي، هل اقول ار؟ انا لو قلت ار هلاقي نفسي ارتكبت خطا كبير جدا، خطا ساذج جدا، ان اي اديتها ار، اي ما بتاخدش ار، من الاساسيات اي بتاخد ام، فالمفروض ان انا اقول يس اي ام. برضه هنا نفس الفكره، وير يو بلاينج باسكت بول؟ هو انت كنت بتلعب كرة سلة؟ طيب عاوز اجاوب بقول يس اي او نو اي، احول يو لاي. طيب احول يو لاي بس هل اقول نو اي ويرنت؟ يعني سالت بوير فهجاوب بوير ويرنت؟ لا، انت سالت بوير اه، بس انت مش هتعرف تقول وير ويرنت لانك بتقول اي، ما ينفعش تقول نو اي ويرنت. ليه؟ لان احنا لما شرحنا واز وير لقينا ان اي بتاخد واز مش وير، فالصح انك تقول لي نو اي وازنت، نو اي وازنت، اوكي. مفيش اشاره في الاجابه المختصره، يعني ذس وذات بتخليها الضمير ات، والجمع ذيس وذوس بتخليها الضمير ذي، مفيش اسماء في الاجابه المختصره، تمام. ده بالنسبه لاول سبوت لايت موجود في الكتاب. بعد كده عندنا برضو هنا في الكتاب، طبعا دي كلها تمارين، حاجة بتميز الكتاب جدا التمارين، تمارين كتيرة. طيب بعد السبوت لايت على الإشارة عندنا بقى جزء خفيف خاص بالconversations بالمحادثات. هنا مثلا عندنا عبارة بتستخدم في المحادثات اسمها أو كلمة اسمها let's. إيه let's دي؟ اللي هي L-E-T apostrophe S. ليتس معناها هيا بنا، ودي انت بتستخدمها لما تيجي تقترح. انت مثلا بتعمل محادثه وعاوز تقترح على واحد حاجه فبتقول له ليتس، تمام. ايه اللي بيجي بعد ليتس؟ بيجي بعد ليتس فعل في المصدر انفينيتيف. اتفقنا ان الفعل في المصدر هو الفعل بدون اضافات، وخلي بالك واوعى تفتكر ان المصدر بيكون مضارع، المصدر من غير زمن. يعني ايه المصدر من غير زمن؟ طيب ما هي بلاي مصدر، وبلاي معناها يلعب، والمفروض ان يلعب مضارع. لا، هو المضارع هو التصريف الاول، التصريف الاول من بلاي بلاي، والتصريف الثاني بلايد اللي هو الماضي، وفي حاجه اسمها التصريف الثالث هنبقى نتكلم عليها في المستوى الثالث ان شاء الله.
يبقى المصدر غير التصريف الاول غير التاني غير التالت. ممكن التصريف الاول يكون شبه المصدر، بس المصدر بيكون من غير زمن. المهم ان احنا هنجيب بعد let's فعل في المصدر. يعني المفروض اقول let's am، لا let's is، لا let's are، اساسهم be. المصدر be، نقول let's be، let's go، let's do، let's see، let's travel، let's play. اجيب بعد let's فعل في المصدر. ففي محادثة هنا صغيرة، واحد بيقول I'm bored، انا زهقان. طبعا ما قالش I bored، لازم فعل في الجملة، I'm bored، انا زهقان. فطالما واحد زهقان فهقترح عليه حاجة، فطالما هقترح فاستخدمت let's. هيا بنا، ايه اللي جه بعد let's فعل في المصدر؟ let's watch بدون اضافات، let's watch TV، هيا بنا نشاهد التلفزيون. يبقى انا جبت بعد let's فعل في المصدر، بيجي بعد let's فعل في المصدر، فعل بدون اضافات. طيب عندي هنا بعض الاقتراحات، وقال لك وصلها بالموقف المناسب. واحد بيقول we're very tired، احنا تعبانين جدا، متعبين قوي، فمثلا let's go to bed، يلا نروح ننام، ده الاقتراح المناسب. طيب it's windy، الجو عاصف، الجو فيه هواء، يا ترى الاقتراح المناسب let's fly our kites، يلا نطير الطيارات بتاعتنا. طيب I'm hungry، انا جعان، الاقتراح المناسب اكيد let's eat some sandwiches، يلا ناكل بعض السندوتشات. طيب I'm bored، انا زهقان، فاكيد الاقتراح المناسب let's play a game، يلا نلعب لعبة. طيب I'm hot، انا حران، فاكيد الاقتراح المناسب let's buy some ice cream، يلا نشتري ice cream. المهم لو ركزت في الجمل دي let's، يلا بينا، هيا بنا، بعدها فعل في المصدر بدون اضافات، let's buy، let's go، let's fly، let's play، let's eat. بعد كده برضو بيكلمني في السبوت لايت على how much. انا لسه قايل من شوية ان how much معناها ما كمية، ولكنها تستخدم ايضا للسؤال عن السعر، كم ثمن او ما ثمن، how much. ولو انا بسأل على ثمن حاجة مفرد فهقول how much is، والحاجة المفرد. ولو انا بسأل على ثمن حاجة جمع وليكن shoes مثلا، حذاء، فهقول how much are، والحاجة الجمع. يعني مثلا how much is بعدها singular مفرد او uncountable، اسم لا يعد، بعمله مفرد طبعا. how much are، كم ثمن، بيجي بعدها اسم plural جمع. يعني انا مثلا بسأل على ثمن البيتزا فهقول how much is the pizza. بسأل على ثمن الطماطم، الطماطم اللي هي the tomatoes جمع، فهقول how much are the tomatoes. بسأل على ثمن التذكرة اللي هي the ticket مفرد، فهقول how much is the ticket. طيب بسأل على ثمن الثلاث تذاكر، the three tickets، الثلاث تذاكر جمع، فهقول how much are the three tickets، كم ثمن الثلاث تذاكر. طيب عاوز اجاوب بقى، واحد سألني على الثمن ب how much، how much، عاوز اجاوب، فوالله بتقول it's لو انت بتقصد مفرد، او they are لو انت بتقصد جمع، وبعد كده بتقول السعر، وليكن مثلا 15، 15، 15 جنيه. هل اقول pound؟ لا، 15، 15 جمع، 15 pounds، كلمة pound يعني جنيه، تمام؟ ودولار الدولار، يورو اليورو، لكن انا هجاوب مثلا بالجنيه فبقول 15 pounds، 15 جنيه. لو كان جنيه واحد هقول 1 pound، جنيه واحد، تمام؟ ممكن تجاوب زي ما قلنا بالباوند، بالجنيه، بياستر، بالقرش، تمنها مثلا 40 قرش، 40 piastres. ممكن تجاوب بالدولار، تمنها مثلا 7 dollars. ممكن باليورو، اوكي، ممكن بالسنت، السنت اللي هو القرش بالنسبة للدولار او بالنسبة لليورو، سنت، 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 تمنها مثلا 50 cents. طيب البتاع ده، ده بلوزة تمنها 360 جنيه، ال اي دي يعني جنيه. فجينا نسأل على تمن البلوزة،
How much is, لان هي مفرد. How much is this blouse؟ لو انا في محل ملابس. How much is this blouse؟ طيب لو واحد سألني وقال لي How much is this blouse؟ هرد عليه واقول له It's 360 pounds. يعني ايه 360؟ يعني 300 اللي هي 360 60 يعني 360 هما 360 ايه دولارز؟ لا بياسترز؟ لا يوروز؟ لا باوندز جنيه. طب انا بسال على 8 كيلو طماطم، كيلو واحد بس، يبقى هاو ماتش از ا كيلو اوف توميتوز؟ كم ثمن كيلو الطماطم؟ كيلو واحد از. فكيلو الطماطم ب 8 جنيه. استنى ده مفرد، فاقول اتس 8 pounds او تكتبها 8. It's 8 pounds ب 8 جنيه. طب انا بسال على ثمن الشورت، وخلي بالك الشورت جمع. ليه؟ لانه مكون من جزئين. فطالما هو جمع انا مش هقول هاو ماتش از، انا هقول هاو ماتش ار. ولما اتكلم عن الشورت مش هستخدم this و that لانه مش مفرد، ده انا هستخدم this او those. فقلت how much are these shorts؟ بس خلي بالك الشورت ده 70 بس مش 70 جنيه. العلامة دي هي علامة الدولار، 70 دولار. فالإجابة على الشورت، ومش هقول it's الشورت جمع، فهقول they are، ممكن بالاختصار they're 70. بس 70 ايه؟ 70 دولارز، 70 دولارز 70 دولار. طيب التذكرة دي ب10 دولار، التذكرة مفرد، فسألنا ب how much is. how much is مش are، مفرد. how much is the cinema ticket؟ كم ثمن تذكرة السينما؟ فهقول it لأن هي مفرد، is أو بالاختصار it's، وبعد كده هقول له 10 ايه؟ 10 pounds 10 جنيه؟ لا 10 دولارز 10 دولار. It's 10 دولارز، يعني بثمنها بيكون 10 دولار. وهكذا بقى تمارين على الكلام ده. طيب تاني حاجة برضو في مهارات المحادثة، لو انت جاي تعرض المساعدة او تعرض الخدمة لحد، فتقول له عبارة مشهورة Can I help you؟ يبقى احنا كده اتكلمنا على let's هيا بنا، واتكلمنا على how much لو انا بسأل عن الثمن. ودلوقتي في سؤال مهم جدا وبنشوفه كتير، Can I help you؟ ممكن اساعدك؟ Can I help you؟ Can I help you؟ Can I help you؟ واحد في مأزق، واحد محتاج مساعدة، عليه تاسكس كتيرة، وانت عاوز تساعده، قل له Can I help you؟ ممكن اساعدك. Can I help you؟ Can I help you؟ Can I help you؟ وهو طبعا هي ممكن يرد عليك ويقول لك اه لو سمحت انا محتاج مش عارف ايه، تمام؟ ودي بتتقال مثلا لو حد في محل بيبيع حاجه وزبون دخل عليه، فصاحب المحل او البائع بيقول الجمله دي Can I help you؟ ممكن اساعدك. Can I help you؟ تمام؟ فمثلا الزبون هيقول له Yes I want، ايوه انا عاوز، ويقول هو عاوز ايه؟ ويقول Please من فضلك. أو يقول yes please، نعم من فضلك. I need أنا محتاج، أو I want أنا أريد، ويقول الحاجة اللي هو محتاجها أو عاوزها. فالزباين أو العملاء بيردوا بالجملة دي. ومن الكلمات برضو اللي بتكون موجودة في عملية الشوبينج البيع والشراء كلمة assistant. assistant يعني بائع أو بائعة في محل. assistant يعني بائع. كلمة clerk، clerk يعني موظف. clerk clerk. كلمة waiter، waiter اللي هو الجرسون في المطعم. waiter ممكن الwaiter برضو يقول can I help you، يقول للcustomer، customer اللي هو الزبون، يقول له can I help you، can I help you ممكن أساعدك. فالcustomer يقول له yes please I want مثلا أنا أريد a chicken، أنا أريد دجاجة من فضلك. okay. فبس كده، دي كانت spotlight صغيرة على نقاط مهمة جدا نستخدمها في الـ everyday life.
في الحياة اليومية بتاعتنا، في المواقف اليومية بتاعتنا، بنستخدم let's، بنستخدم can I help you، بنيجي نسأل عن التمن how much، بنجاوب عن التمن بإيه. وما تنساش بدأنا بأدوات الاستفهام فريق how وفريق wh، فأنت لازم تكون عارف برضو أدوات الاستفهام دي وتكون حافظها كويس جدا علشان تعرف أنت بتسأل عن إيه بالظبط أو بتتسأل عن إيه بالظبط. Thank you for watching. شكرا جدا ليك، وشكرا إنك كملت معايا المستوى الثاني، وإن شاء الله إلى اللقاء في المستوى الثالث. ونستودعكم الله. ما تنساش قبل ما تقفل اللايك الجميلة بتاعتك. سلام، goodbye.